حضرتك احنا عندنا ثروه قوميه اسمها الامام الخطيب، وانا بعترف ان هو في عدد محتاج تدريب ومحتاج ان احنا نشتغل عليه، لكن الحمد لله رب العالمين الاكثر بخير. طيب الطرف الاخر ده يخليني اقول ايه، بيشوف ان الخطبه المكتوبه من الممكن ان هي تدعم الضعيف فهتحسن من وضعه. انا بقول لحضرتك ده يبقى انا اعمل عمليه اتاحه وتعدديه. انا عندي منهج على فكره، منهج دعوي ومنهج اسلامي بيقوم على التعدديه. انا ليه افقد هذه الميزه؟ انا بقوم في تعليم الشاب وهو لسه في اولى اعدادي ان انت عندك مذاهب مختلفه، ان انت عندك اراء مختلفه، ان راي خطا يحتمل الصواب وراي غير صواب يحتمل الخطا، زي ما قال الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. انا بعتمد على ما قاله الامام مالك في 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 مساله اعمال العقل. الاشكاليه الكبرى ان احنا لما نقعد نتناقش في الامور الشكليه ونقعد نتكلم في دوت في قرار، هل ده هيمس هذه الهيبه الماديه والمعنويه بالنسبه للامام؟ لا. عشان كده لازم الموضوع يبقى فيه طرح الراي وطرح الراي. إيه ما هو المانع ان الامام يبقى معروف ان الامام نفسه هو اللي بيكتب خطبته؟ احنا كان من اعظم الناس الشيخ جاد الحق عليه رحمه الله، ما كانش بيخطب الا بيكتب خطبته وبيطلع يقولها ومناره قبل حتى ما دول الخليج تكتب خطبتها. كان الشيخ جاد عليه رحمه الله، يعني انا اتذكر وانا في الاعدادي حضرت خطبه للشيخ جاد الحق في جامع الازهر، خطبها من ورقه. لكن فمساله برضو وهو شيخ الازهر، وهو الامام الاكبر، الامام الاكبر، بس هو الشيخ جاد عليه رحمه الله كتب الخطبه نفسه، كتب العناصر لنفسه. انا بقول لك اعمل العناصر وقوي الجهاز اللي خاص بالتفتيش عندك، وانت عندك القانون الدك جديد لسه سنه 2004 الدك ده بطاقه قضائيه، وعندك كل مؤسسات الدوله. ان شوف الدوله ممثله في الرئيس بالنسبه للدعم، بالنسبه لاعتبار قضيه التجديد الخطاب الديني دي قضيه قوميه بالنسبه للدوله والدوله تحت امرها، استغل هذا الموضوع في مساله عمل صناعه ثقيله للدعوه، لمساله عمل صناعه ثقيله في الفكر، اطلع بيه سفراء مش علماء، سفراء لكل الدنيا يعبروا عن هذه المدرسة التي تتميز بالوسطية وبالاعتدال في عالم أصبح ينظر إلى النموذج الإسلامي على اعتبار أنه هو النموذج. ناخد الجزئية دي ونروح لشيخنا الشيخ جابر برضو نفس الكلام، احنا بنتكلم عن